المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم من الفضاء الإريتريا. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لهذه الفترة أصحابكم خلالها محجوب حامد، والبداية بالعناوين. حاكم الإقليم الأوسط يناقش برامج التنمية في سرجقة. مشاورات حول دور أولياء الأمور في رفع كفاءة التعليم. أقردات تشهد حركة تجارية نشطة. روسيا تقول إن ضربات الجوية الإسرائيلية تهدد رحلاتها الجوية إلى سوريا. دونالد ترامب يزور القوات الأمريكية في العراق. وبوتين يكشف عن صاروخ روسي لا يقهر. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي في 25 من ديسمبر الجاري جلسة مباحثات مع ممثلي سكان مديرية سرجقة حول فعالية تنفيذ البرامج التنموية. وذكر اللواء رمضان بأن المهام الجارية لضمان الأمن الغذائي تكمن فعاليتها في الطرق العلمية والتكنولوجية، موضحا عن العمل في برنامج لقيام المواطنين حسب مواقعهم للاستفادة الجيدة من الأراضي والثروات الطبيعية والحفاظ على الثروة القابية وقرص الشتول. وأشار المدير التنفيذي لمديرية سرجقة السيد كفلي مريم قبري مسقل إلى برنامج تشجير وحفظ المياه وحماية التربة، ويعتبر من أهم البرامج التي شهدت مشاركة جماهيرية فاعلة في العام 2018، داعيا المواطنين لتعزيز تأطيره من أجل إنجاح البرامج قيد العمل. وأشار فيما يتعلق بالمجال الصحي إلى أن حملات التوعية المنتظمة حول رعاية الأمهات قبل وبعد الولادة إضافة إلى إرشادات والنصح الطوعي أدى إلى تعزيز معرفة المواطنين، ونتيجة لذلك انخفضت نسبة وفيات الأمومة والطفولة. كما تحقق النظافة الأهلية نتائج ملموسة. في الختام، قدم قسم الأراضي والمياه والبيئة توضيحا مفصلا حول توزيع الأراضي الملكية وشروط أسلوبها. من جهتهم، قدم المشاركون آراء ومقترحات بناءة أهمها تعزيز وزارة الصحة متابعتها فيما يتعلق بمياه الشرب الصالحة وتمهيد طرق المواصلات وتسريع وتيرة توزيع أراضي الملكية الخاصة والنظر إلى القصور والنواقص التي تشهدها العملية التعليمية. خلال زيارة أولياء الأمور لمدرسة وارساي كألو الثانوية وأعضاء الدفعة 32 للخدمة الوطنية، أكد وفد مديرية حقات الرسمي والشعبي على أهمية ودور العلاقة الثلاثية بين الآباء والمعلمين والطلاب من أجل تقوية كفاءة التعليم. وأوضح أولياء الأمور زياراتهم المتكررة سنويا لساوا وبانتظام منذ الدفعة 28 لتقييم ومتابعة مستوى وكفاءة أبنائهم، حيث يسهم ذلك في نتائج الطلاب. وقال مسؤول الشؤون الأكاديمية في مدرسة وارساي كألو الثانوية الأستاذ محرط آب كبر سلاسي إن التنسيق المتكامل الموجود بين مدرسة وارساي كألو ومركز تدريب الخدمة الوطنية وتوفر خدمات الكهرباء باستمرار علاوة على تفاني المعلمين أدى لتنفيذ مهام ناجحة، مشيرا إلى أن زيارات أولياء الأمور للتعرف على أوضاع أبنائهم لها فوائد جيدة للتعرف على القصور والمميزات والدفع بالعملية التعليمية. وأوضحت مديرية حقات السيدة آمنة الحاج أن الزيارة تهدف إلى تشجيع الأبناء والعمل انطلاقا من النتائج المحققة لنجاح مشترك. دعا الأستاذ إسرافيل كفلي قرقيش مسؤول المدارس في مديرية تسني إلى تعزيز دور المجتمع المدني وخاصة دور الآباء والطلاب والمعلمين لنجاح الاستثمار الجاري في قطاع التعليم. وذكر الأستاذ إسرافيل لوكالة الأنباء الإريترية عن إنشاء المدارس في كل ضاحية من المديرية وتوظيف مدرسين أكفاء، مذكرا الآباء للعمل الجاد من أجل التعرف على المعوقات التي تعرقل سير وكفاءة الطلاب.
وأشار إلى أن أكثر من 21 ألف طالبا، منهم 44% من الطالبات في 30 مدرسة، يتابعون دراستهم بانتظام في المديرية، داعيا المجتمع المدني للعمل الجاد لإلحاق 8000 طفل فاتهم سن التعليم المحدد بالحقل التعليمي. في الختام أشار الأستاذ رافائيل كفري قرقيش أن تحقيق الإنجاز هو نتاج الجهود والأخلاق الحميدة، لذلك يجب على الآباء العمل الجاد لمتابعة أبنائهم. وفي التوضيح الذي أدلت به لجنة الآباء، نشدت على تعزيز العمل المنسق من أجل تقوية مساهمة الطلاب مقارنة بالمؤسسات التعليمية المشيدة وحسب التوقعات المرجوة. أوضح سكان مدينة أقردات بأن الحركة التجارية النشطة في المدينة خلقت فرص العمل وأثرت إيجابا على حياتهم المعيشية. وأوضح المواطنون بأن المدينة إضافة إلى كونها مركز للبساتين، إلا أنها تستضيف التجار من مختلف مناطق إقليم القاش بركة، مما خلق مناخ السلام المبشر دافعا لتطوير الأنشطة التجارية. وسهمت منتجات البساتين على مدار عام إضافة إلى كثافة الماشية والمنتجات الزراعية إلى جانب النشاط التجاري في استمرار الأسعار. هذا وطالب المواطنون الجهات المختصة على العمل لتطوير المدينة لخدمات أفضل. توفي أمس 26 من ديسمبر المناضل العقيد يماني تسفى ميكائيل بادو عن عمر نهز 68 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل اليماني بقوات التحرير الشعبية عام 1976 وخدم في حياته النضالية في مختلف مستويات المسؤولية وصولا إلى جهاز المواصلات. وبعد الاستقلال عمل مسؤولا لمصنع أروتا للحديد ومسؤول هيئة السكة حديد. والمناضل اليماني تسفى ميكائيل رب أسرة وأب لابنين، وسيوارى جثمانه الثرى عصر يوم قد 28 من ديسمبر بمقبرة الشهداء بأسمرة. هذا وتعرب وزارة المواصلات والاتصالات عن بالق حزنها لوفاة المناضل العقيد يماني تسفى ميكائيل، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه وأصدقائه. كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن ضربات جوية إسرائيلية على سوريا هددت بشكل مباشر رحلتين جويتين مدنيتين، ولم توضح الوزارة أي رحلتين جويتين تعرضتا للخطر. وقالت الوزارة إن الدفاعات الجوية السورية دمرت 14 من بين 16 صاروخا إسرائيليا تم إطلاقها على أهداف قرب دمشق، ولم يتم الكشف عن تلك الأهداف. وذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن 3 جنود سوريين أصيبوا في الضربات، ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على التقرير الخاص بالضربات الجوية وعلى ما ذكرته روسيا. وخلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات في سوريا المجاورة، ازداد انزعاج إسرائيل من اتساع نفوذ إيران، وهي حليف رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد. وضربت القوات الجوية الإسرائيلية 10 الأهداف التي وصفتها بأنها انتشار إيراني أو عمليات نقل سلاح لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران أثناء الحرب السورية. قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بزيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا إلى العراق لتهنئة القوات الأمريكية هناك بأعياد الميلاد. وأمضى ترامب 3 ساعات في القاعدة، وذلك في أول زيارة يقوم بها إلى العراق. وخلال الزيارة قال ترامب إنه لا توجد خطط لانسحاب الولايات المتحدة من العراق حسبما أوردت وكالة رويترز للأنباء. وتأتي الزيارة بعد أيام من الإعلان عن استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس بسبب خلافات مع ترامب حول الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة في المنطقة. وما يزال هناك نحو 5000 جندي أمريكي في العراق لدعم الحكومة في حربها ضد ما تبقى من تنظيم الدولة الإسلامية.
وألقي اجتماع كان مقررا بين ترامب ورئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي. وقال مكتب عبد المهدي إن الإلقاء جاء بسبب خلافات على كيفية عقد الاجتماع، وقال مسؤولون إن الزعيمين تحدثا عبر الهاتف بدلا من الاجتماع. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه تم إجراء الاختبارات النهائية على صاروخ جديد سبق أن وصفه بأنه لا يقهر، وأنه سيجعل جميع أنظمة الدروع الصاروخية الموجودة حاليا غير مجدية. وأكد الرئيس الروسي أن بلاده هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك هذا الطراز الجديد من الأسلحة الاستراتيجية. ووصف بوتين الأمر خلال لقاء بثه التلفزيون مع بعض أعضاء حكومته بأنه حدث كبير بالنسبة للقوات المسلحة الروسية وللبلد على حد سواء. وقال إن نظام صاروخ أفانغارد الذي يمكنه حمل رؤوس نووية سيدخل في الخدمة ضمن القوات المسلحة العام المقبل. وقالت وكالة أنباء روسية نقلا عن الكرملين أن الاختبارات أجريت في شبه جزيرة كامشاكتا الواقعة شرقي البلاد، بينما تابعها بوتين من مركز التحكم للدفاع المدني. وجاء إعلان بوتين عن الاختبار المزعوم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لانسحاب بلاده من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي أبرمتها مع روسيا خلال الحرب الباردة. عادت امرأة أرجنتينية اختطفتها عصابات الاتجار بالبشر في الثمانينيات إلى أهلها بعد عملية مشتركة بين السلطات الأرجنتينية والبوليفية. وظلت المرأة البالغة من العمر 45 عاما في عداد المفقودين طوال تلك الفترة حتى تلقت الشرطة في الأرجنتين معلومات عن وجودها في مدينة بارميخو جنوبي بوليفيا. وحددت الشرطة موقع المنزل الذي أشارت المعلومات إلى احتجاز السيدة الأرجنتينية فيه، وحررت المرأة هي وابنها البالغ من العمر 9 سنوات. وقالت السلطات في الأرجنتين في بيان صادر في هذا الشأن إن السيدة الأرجنتينية التي كانت محتجزة منذ الثمانينيات من القرن العشرين تمكنت أخيرا من الوصول إلى منزل عائلتها في مدينة مارديل بلاتا الأرجنتينية. نهاية النشرة، شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.